مشاهدينا من جامعة ستندن إلى جامعة قطر عند نديبنا حمد الفياض، وبنتعرف منه على طالبين هم على وعي كبير بالأمن والسلامة وتوخي الحذر، صمموا بدلة مطاطية لحماية سائقي الدراجات النارية تحميهم في حال تعرضهم للحوادث لا سمح الله. والكلمة عندك أخوي حمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم خواتي ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وبالفعل مثل ما تفضلوا خواتي في الاستديو معانا شباب قطريين حاولوا أنهم يسوون شيء جديد يخدمون به الوطن. نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ناصر العمادي ودوود العبد الله. نبدأ مع ناصر. ناصر، تقول لي شلون بدأت المشاركة؟ طبعا احنا بدأت المشاركة من اختيارنا المدرسة لنا. زين، طبعا احنا تفضلنا ورحنا وشرحوا لنا الموضوع. احنا حبينا الفكره لان بنساعد فيها المجتمع، وطبعا الفكره كانت متنوعه عن تجارب واشياء احنا سويناها في المختبر، ويعني احنا حبينا الفكره وايد، واهم شيء يعني لاحظنا في الفكره ان فيها مساعده للمجتمع. طيب عن الفكره نكلم داود. داود، ايش رايك تقول لنا شوي عن الفكره مع مشاهدينا؟ هي الفكره ان هي حماية سائق الدراجات. حلو. يعني احنا عندنا ان في السيارات ايرباجات تحمي السائقين. جميل. ليش ما نصمم نفس بدلة تحمي سائق الدراجة يوم يسوي حادث ولا شيء؟ هالشيء يعني مهم بالنسبة لمجتمعنا ودولتنا والعالم كله. يعني نفس فكرة الايرباج في السيارة. اي تقريبا شيء يعني. شلون يعني هل لما يطيح مثلا تنفتح؟ شلون السنسر شلون تشتغل الفكرة؟ هو يكون مثلا مشبوك في السنسر في الدراجة. حلو. أول ما ينفصل السنسر سيدي ينتفخ عليه في أقل من ثانية ولا ثانيتين. طيب وبعدين شلون أنه هو يقدر يطلع منها؟ هو حق وقت محدد بيتم انتفاخ، لما انه يهدى مكانه مثلا 5 أو 6 ثواني من نفسه ينفش. داود، الحين هذه الفكره تقريبا مش جديده، ولكن انتم استغلتوا بعض المواد صح؟ اي احنا هي موجوده مواد عديده يعني وايد، بس احنا يعني قدرنا ان نسويها بمادتين من مركبات اللي هي كومبوزيت، وانا نحب ان نكمل في هالمشروع، لكن احنا صممناه لكن ما قدرنا ان نسوي المطلوب كامل، ان ما قدرنا نوفر هالمواد كامله، ما كان عندنا وقت يسمح لنا. حلو. طيب بالنسبه لل انت قلت ان الفكره كانت موجوده ولكن المواد المستخدمه كثيره، ومعناتها بتخلي البدله غاليه جدا، الناس ما تقدر تشتريها. اي بس احنا يعني بنسوي بمادتين واشياء بسيطه، وان شاء الله بتكون ارخص من اللي موجوده احنا. جميل جميل، يعطيك العافيه داود. ناصر، يعني ايش الاستفاده من المشاركه ومن الفكره اللي قال لنا اياها داود؟ طبعا الاستفاده عديده. احنا استفدنا اول شيء العمل الجماعي، لما احنا تواجدنا تعرفنا على اشخاص ويداد، تعرفنا على طريقه العمل وعلى طريقه البحث وعلى طريقه اخذ معلومات من الانترنت وتطبيقها، وطبعا استخدمنا المواقع التواصل الاجتماعي وتسوينا تجارب واشياء لين ما طلعت لنا فكره المشروع اللي تكلم عنها داود. حلو. طيب شلون كان العمل الجماعي؟ تكلمني شوي عنه، شلون كان الترتيب؟ شلون نسقتوا وقتكم؟ شلون هذه الامور؟ طبعا التنسيق كان الحمد لله بفضل الله، الكل ساعدنا، المدرسه ساعدونا ما قصروا، جماعه البيرك ساعدونا، كانوا يقدرون وقت الامتحانات والظروف اذا يعني كان في شيء يلغونه. طبعا احنا التنسيق كان وايد حلو، وقدمنا كل شيء اللي نقدر نسويه سويناه، والعمل الجماعي كان يعني كنا نجتمع في المعمل ونفكر ونطرح افكار وكل يتكلم. انتم كم واحد ناصر؟ كنا 4. 4؟ اي ما شاء الله. طيب داود، ايش الخطوه الجايه، الخطوه المستقبليه بعد مسابقه البيرك؟ احنا نتمنى ان قعدنا مع بعض وفكرنا، ونتمنى ان السنه الجايه مره ثانيه نكلم المدرسه وجروبنا احنا ندش مره ثانيه في البيرك، عشان يعني ما بيكون نفس العنوان، بيكون نفس الجروب. اي نفس الجروب، بس ان السنه الجايه هم يغيرون، كل سنه يغيرون عن شنو نسوي. طيب تمنينا ان ندش السنه الجايه مره ثانيه نتعلم زياده ونسوي افكار جديده تخدم البلد. طيب المستمع. وبخصوص هذا المشروع، ايش خطواتكم الجايه بالنسبه لنا؟ يعني نتمنى ان يكون لنا دعم من الشركات الخاصه، لان هي تفيدنا حق المجتمع، وفي المستقبل يعني شيء زين حق المجتمع كامل، فنتمنى ان حد يدعمنا بهالشيء. الان انتم الفكره هذه، الخطوه الجايه ان انتم بتحاولون ان انتم توجدون المواد، ولكن المواد صعبه،
تقريبا صار فعشان كذي انتم محتاجين رعاه ان يرعون هذه الفكره، ان حد يتبنى هالفكره وان يساعدنا بهالشيء ونقدر نسوي ان شاء الله. تعتقد ان في صعوبه ان حد يتبنى الفكره؟ ما اعتقد، لانها فكره سهله وبسيطه وان بسرعه يعني ممكن تسوي هالعمليه. جميل. ناصر، طبعا احنا ما ننسى دراستكم وخططكم التعليميه وشلون ماشيه ودرجاتكم، هل المشاركه في المسابقه اثر على الموضوع وايش كان الاستفاده منها؟ طبعا ما اثر على الموضوع، بالعكس افادنا بالدراسه، لان احنا في مرحله ثانويه عندنا مواد جديده، طبعا هالتجارب هذه الاشياء تعطينا معلومات جديده في هالمواد وتسهل الدراسه، بالعكس يعني سهلت علينا الدراسه. طيب الفتره الجايه فتره امتحانات، الله يكون في عونكم، شلون رتبتوا وقتكم بالنسبه للمشاركه في المسابقه؟ الحين المسابقه انتهت، الحين شلون خطواتكم الان بعد المسابقه؟ طبعا احنا نفس ما قلت قاعد نحصل دعم من كل جهه، واي شيء فاتنا قاعد نلحق عليه، وبفضل الله ان شاء الله ان درجاتنا بتتم على نفس ما هي وللاحسن ان شاء الله، لان هالشيء ساعدنا واحنا بنحب نبدع في المدرسه، لان حبينا هالافكار والاشياء اللي مرينا فيها من تجارب. حلو يعطيك العافيه. داود، بس اخيرا انت قلت لي ان انت ودك تشكر جامعه قطر والكامل هو مركز المواد المتقدمه على الدعم والمشاركه، ايش ودك تقول لهم؟ بنشكر ان جامعه قطر وفريق البيرق اللي ساعدونا وسووا معنا هالمشروع كامل، والشركات الراعيه اللي هي يونسكو ورز غاز وشل وقطر بتروليوم، هم قدمون لكم الدعم كامل بالنسبة للمعمل، بالنسبة للمواد، هم اللي قدموا فكرة حق البيرق، إن حتى إن يوم قدمنا البرزنتيشن وكل شيء هم كانوا قاعدين ويتوجون الدرجات وكل شيء. في رأيك استمرار مسابقة البيرق هذه يفيد الطلاب القطريين؟ وايد تفيدهم. تفيدهم من أي ناحية؟ يعني بيقدر مثلا ينسق وقته فإنه يشتغل في البيرق ويدرس، مخه على الأقل بيقدر يشتغل حق دراسة. هذا شيء زين يعني حق مستمعنا، كل مرة تطلع أفكار جديدة. جميل جدا، يعطيك العافية. الله يقصر، شرفتونا على شاشة الرياض. مشاهدينا الكرام، طبعا كان معنا ناصر العمادي وداود عبد الله. مثل ما شفتوا مسابقة البيرق مش بس مجرد مسابقة أن توجد فيها أفكار جديدة أو مشاركات جديدة، ولكن هي بعد تساعدهم أنهم يرتبون وقتهم بين الدراسة وبين الأعمال اللي هم يقدمونها. الشباب توهم صغار، مستقبل قدامهم كبير، نتمنى أن حد يأخذ فكرتهم ويدعمها على أساس أن نشوفها مطبقة في الشوارع وتكون فكرة للحماية لشباب سائقين الدراجات، لأن مثل ما تفضل داود السيارة فيها إيرباك، الدراجة ما فيها أي شيء يحمي الشخص غير السيفتي اللي هو لابسه، ودائما السيفتي هذا يكون بنسبة تتفاوت من بين 50% ل 75%. هذا الإيرباك أو هذه البدلة بتساعدهم أن تكون النسبة 90%، وهذا بعد إذن رب العالمين. وهذا ما كان لدينا من جامعة قطر، نرجع لكم في الاستديو.